حبيبي دائما. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه؟ هو انت في حد زيك يا حبيبي؟ بابا انت لازم تواجه نفسك بالحقيقة، انت عيان. ماما لو عرفت ممكن تروح فيها، احنا لازم نلم الفضيحة قبل ما تنتشر. هو عنده حق يا بابا، يعني ايه تلتفت لنفسك؟ هتروح تلعب حديد مثلا؟ هتجوز. انت عايز تتجوز رقاصة؟ عارف يعني ايه رقاصة؟ لا بعد اذنك، ده بابا مصاحبها بس. شيك شاك شوك، شيك شاك شوك. قررت نتجوز. ريلي؟ لا بجد.